السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة معانا أفضل برنامج مونتاج لفيديو اليوتيوب بدون علامة مائية، كين ماستر مجانا بدون علامة مائية. النهاردة شرح عملي هنتكلم فيه مع بعض شباب في كل حاجة، كل حاجة انت بتعملها على الفيديو بتاعك عشان تطلعه في شكل احترافي. يلا بينا نضغط على برنامج كين ماستر، نضغط على علامة الزائد. هنختار أول حاجة الأبعاد من 16 إلى 9 أبعاد اليوتيوب. أول حاجة هتظهر لنا هنا الوسائط، من الوسائط احنا هنختار الفيديوهات، أو احنا لو احنا في فيديو مصورينه من على شاشة الموبايل، أول حاجة بنعملها بنختار خلفية، هنختار ولتكن الخلفية دي ونضغط علامة صح. نيجي على أول الخلفية ونعمل لها تمديد كده بصبعنا كده، تمام. بعدين نضغط علامة صح، نرجع من الأول، نيجي على طبقة اللي على يدنا الشمال ونختار أول خيار اللي هو الوسائط، ونختار الفيديو اللي احنا حملناه أو صورناه من على شاشة الموبايل. نضغط على الفيديو كده بايدينا كده، بعدين نضغط على علامة صح، تمام. يجي ناخد حاجة حاجة، الوسائط هي ايه والطبقة هي ايه والصوت اللي تحت ايه والصوتي اللي علامة الموسيقى دي ايه، وازاي احنا نقص جزء من الفيديو، وازاي ان احنا نضيف علامة الاشتراك الكرومة الخضراء ونزيل الكرومة الخضراء والكلام ده كله واحدة واحدة مع بعضينا. الأول أنا هحاول إن أنا أضيف مجموعة صور، تمام. نختار حاجة تانية كمان عشان نتعامل مع البرنامج في كل حاجة ونعمل كل حاجة مع بعض، تمام. ده يعتبر مجموع يعني فيديو على فيديو على صور وكل الكلام ده كله. لو جينا من الاول خالص وانا عايز اول حاجة احط الانترو بتاعي، بدوس على الوسائط واضغط على الانترو بتاعي، يظهر لي هنا اضغط عليه، اضغط على علامة صح، خلاص هو ده الانترو بتاعي، تمام. ده الانترو. تيجي بقى نتعامل مع الايقونات اللي موجودة في التطبيق ونشوف احنا هنتعامل معاها ازاي. هنا الانترو واول صورة في فاصل كده بينهم، انا الفاصل ده ممكن اتحكم فيه بطرق مختلفة بتأثيرات مختلفة. لو انا جيت هنا مثلا على عرض تقديمي اداني عدة خيارات، لو انا ضغطت على تغطية الاول ده، بص حضرتك بينقلني هنا بالشكل ده من الصورة الأولانية أو من الانترو للصورة الثانية، تمام. أرجع من علامة السهم المقلوب اللي على يدنا الشمال فوق. طب لو أنا جيت اخترت هنا قوي واخترت على المسرح، بيظهر لك الصورة هنا كأنها على المسرح، تمام. عايز أرجع وأشوف حاجة تانية من السهم ده برضو، لو أنا تحويلات نصية واخدت اول خيار ده، بص حضرتك هنا واعطيلك هنا نص عنوان ان انت تكتبه كمان. لو جينا هنا كتبنا نص العنوان، اكتب مثلا اهلا وسهلا، وحرف الاي اللي جنب موافق والغاء ده نضغط عليه، بيديني خيار الخط اللي انا عايز اكتب بيه اخطر وليكن الخط ده، واضغط علامة صح واضغط موافق، تمام. تحت العنوان لون النص، لون النص تختار لون النص اللي انت عايزه، وليكن مثلا انا اختار اللون الاصفر واضغط على علامة صح. ده الانتقال من فيديو او شوت لشوت في الفيديو. يعني ممكن حضرتك او حضرتك تكون عامل مجموعة فيديوهات وبتعمل لها بتعمليه تركيب مع بعض وتجميع مع بعض،
فالنقل من فيديو لفيديو ممكن تتحكم فيه بالحاجات اللي احنا عملناها. نرجع هنا من السهم المقلوب ده زي ما كنا، تمام. لو هنا نختار حاجة تانية، تحويلات مرحة، ونختار اول خيار كده. بص حضرتك بيظهر لك الصورة في صورة قلب كده، بتبقى ملفتة للنظر عشان التحويلات تلفت نظر المشاهد. نضغط على السهم المقلوب ده ونرجع زي ما كنا في البداية، تمام. ده وضعنا الطبيعي. طب لو نيجي ضغطنا، لو احنا جينا ضغطنا على الصورة الاولانية دي، في مجموعة ايقونات هنا ظهرت لنا. اول حاجة علامة المقص. علامة المقص لو ضغطنا عليها هيقول لك هنا قص الى يسار الاطار. لو احنا ضغطنا على قص الى يسار الاطار هو كده مسح لنا وقصنا الجزء الشمال. ارجع تاني زي ما كنت من السهم، تمام. لو انا اتحركت كده على الفيديو، قص الى يمين، قصلي الجزء اليمين من الصورة. ارجع تاني، تقسيم عند الاطار، هضغط هنا، هو علمني العلامة دي هنا كده، واجي هنا كده تاني، تقسيم عند الاطار، اصبح حضرتك هنا الجزء ده انا ممكن اجي اضغط عليه كده، ومن علامة الباسكت العدة الشمال كده اضغطها، خلاص احنا شلناه الجزء ده كده، واضغط كده شلناه. ارجع تاني زي ما كنت من علامة السهم العدنا الشمال، تمام كده زي ما كنا، تمام. اضغط على الصورة ديت. في ايه كمان عندي هنا؟ في عندي هنا العلامة السهم ده، التدوير ده، ان انا ممكن اتحكم هنا الصورة، اقلبها شمال، اقلبها بالمقلوب، اعكسها بالعرض بشكل تاني مختلف، وهكذا، تمام. اين كده رجعت الصورة لشكلها الطبيعي. طيب في ايه كمان عندي؟ في عندي هنا اللي هي رسومات المقطع. رسومات المقطع لو جينا عند قاوي هنا كده، وجينا على اول خيار او على تالت خيار اللي هو على المسرح فتح، بص حضرتك اللي هيحصل ايه، كأن مسرح وبيتفتح. وهنا برضو العنوان ظهر لنا في الجانب الايمن كده جنبه الشريط الابيض ده، هتكتب العنوان اللي انت عايزه. خلاص انا مش عايز، بس انا بوري حضراتكم كل حاجة، تمام. تأثيرات العنوان الاساسية، لو انا جيت ضغطت على عنوان فرعي هنا، انا هنا بيديني خيار اللي انا في المستطيل الابيض ده اكتب عنوان، وبختار لون النص من تحت هنا كده بنفس الطريقة اللي احنا عملناها من شوية. ارجع تاني زي ما كنت من السهم المقلوب ده عشان ارجع للوضع الطبيعي، تمام كده انا في الوضع الطبيعي اللي انا كنت عليه. لو انا جيت ضغطت كمان على الفيديو هنا كده، وجيت على التلات دواير اللي فوق بعض دول بيدينا مجموعة صبغة للون. لو انا هنا اول حاجة اللي هي لا شيء، تاني حاجة اللي هي الاساسي، بتختار الالوان انت عايزها. بص بتتحكم حضرتك في الالوان ازاي، تمام. طب دافئ، بتتحكم برضو في الالوان، بيدي لك مجموعة خيارات، مجموعة فلاتر انت بتختار اللي انت عايزه منها، تمام، وهكذا. نرجع زي ما كنا من السهم المقلوب اللي في اقصى يمين الشاشة فوق على شمالك فوق، تمام. طيب لو احنا جينا هنا ندخل تاني ونحط مجموعة الصور عشان نشتغل عليها، تمام. لو انا جيت هنا على الصورة الاولانية ديت كده، ايه تاني موجود عندي؟ انا ممكن هنا خلاف القص وخلاف الفلاتر وخلاف ان انا كتبت عنوان اساسي معاها، لو انا جيت على الفيديو كله وعايز اعمل صوت موسيقى، بضغط على علامة الموسيقى اللي عندي هنا، وبختار من الموسيقى اللي انا محملها. انا اصلا محمل عندي من على مكتبة الملفات الصوتية لليوتيوب، بضغط على الزائد هنا وبعدين علامة صح، كده بتظهر لي الموسيقى مع الفيديو، تمام. لو انا الموسيقى ضغطت عليها وجينا لعلامة الميكروفون ديت، دي
أول حاجة إن أنت بتتحكم هنا من صوت الموسيقى بالارتفاع والانخفاض، عشان لما تبقى بتتكلم في الفيديو ما تتغاش صوت الموسيقى على صوت حضرتك أو حضرتك وانت بتتكلمي في الفيديو. يعني تحديدا كده يخلوها من 20 لـ25 بتبقى معقولة، يعني بتبقى معقولة عشان ما تتغيش على صوت حضرتك أو حضرتك وانت بتعمل الفيديو. ايه كمان عندنا هنا كده؟ ده خلاص بالنسبة لصوت الموسيقى. طيب ايه كمان عندي في بالنسبة للطبقات؟ ندخل على الطبقة. اول طبقة الوسائط، ان انا اجي بقى على كرومات الاشتراك، اختار كرومة الاشتراك اللي انا عايزها، الكرومة الخضراء. ممكن حضرتك الكرومة بتتحكم فيها بالحجم بصباعك كده، ممكن تحطها في مكان معين وتنقلها بايديك كده زي ما انت عايز، بتتحكم فيها زي ما انت عايز. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله بقى هنا كده؟ انا الكرومة المفروض ان انا عايز ازيل الكرومة الخضراء ديت، تمام، بضغط عليها واجي اختار مفتاح الصفاء واعمل تمكين كده، اختفت الكرومة الخضراء. اضغط علامة صح، اشغل الفيديو كده. بص حضرتك الكرومة ظهرت لي بدون الكرومة الخضراء، علامة الاشتراك والجرس ظهرت لي بدون الكرومة الخضراء. طيب ايه كمان عندي ممكن انا، لو انا عندي ممكن عندي مجموعة كرومات اخرى زي الحاجات ديت، انا هجيب لكم روابط بتاعتها واعمل لكم فيديو عليها ان شاء الله. برضو نفس الوضع، انزل لمفتاح الصفاء واضغط تمكين واعمل علامة صح، اشغل الفيديو. تمام. طيب ايه تاني عندي بالنسبة للطبقة؟ لو انا ضغطت على طبقة كده في تاني حاجة اللي هي التأثير، التأثيرات الأساسية، ان انت لو في جزء معين في الفيديو عايز تعمله عملية تعتيم، او الايميل بتاع قناتك ظهر ولا حاجة عايز تعمله عملية تعتيم، بتضغط على التأثيرات الأساسية. هنا في حاجتين، اما التشويه الضبابي او التمويه الضبابي والفسيفساء. لو ضغطنا على الفسيفساء كده وعملنا علامة صح، بتيجي بتتحكم بالحجم في زي ما انت عايز عليها، على الحاجة اللي انت عايز تعمل لها عملية تعتيم، وتضغط عملية صح هتشغل. هتلاحظ هنا ان هو عامل لي عملية تعتيم على الارقام والايقونات. تمام. طيب ايه تاني في الطبقات بعد التأثير؟ عندنا سطح الفيديو، هنا الملصقات الكلاسيكية، دي مجموعة ملصقات ممكن حضرتك تستخدمها وممكن تعمل فيها حاجات جميلة جدا. لو انا اخترت التاج ده هنا كده بيظهر لي هنا، بضغط علامة صح. تمام. هنا ظهر لي عدة خيارات بالنسبة للتاج. هنا لو انا ضغطت في النص هنا كده على التعبير، لو انا عايزه وميض بطيء يظهر ويختفي، او تردد، او نبض، تمام، نبض بطيء كده، او توتر ارسال، او ينبوع، تمام، او لو ضغطت على حلقة هيعمل عملية دوائر كده ويدور كده. تمام. اضغط صح وشغل الفيديو. هو هنا عمل لي عملية حلقة ودوائر. طيب ايه كمان بالنسبة للطبقات؟ فاضل عندي النص. لو انا عايز هنا اكتب اي نص هنا بكتبه، مثلا لو انا كتبت اهلا بكم واضغط موافق. تمام. هنا انا ممكن بتحكم فيها بصباعي برضو بالحجم واوديها اي مكان. تمام. اي مكان انا عايز اودي فيها. تمام. وكمان انا هنا لون الخلفية ممكن اتحكم فيه، او ان انا اعمل لها الخط اخليه خط عريض. تمام. وممكن اتحكم في حجم الخط من هنا بالظلال بتاعه من المؤشر ده كده. تمام. اضغط صح. لو انا ضغطت عليها تاني، لو انا عايز اعمل بقى مجموعة تعبير ليها، تمام، اضغط عليها كده. لو عايز اعملها ينبوع هتظهر كلها هنا كده بنفس الشكل ده. لو انا على حلقة هتلف بالطريقة دي كده زي ما هي قدام حضراتكم. طيب لو انا ضغطت عليها كده كمان عندي تاني رسوم متحركة داخلية. تمام.
هنا لو انت عايز تعملها تمرين اليمين تحكمنا بيها بشكل تاني مع التدوير. تمام، ايه تاني موجود عندنا في الطبقات؟ فاضل عندنا اللي هي الكتابة اليدوية اللي هي بتستخدم فيها مجموعة اشكال، يا اما القلم الاول ده او الريشة او الاسهم دي كده او الدايرة ديت. تمام، لو انا عايز هنا كده على الجزء ده واعمل دايرة، خلاص اوكي تمام. لو انا جيت هنا على الجزء ده كده وعايز اعمل دايرة، عايز تعلم حاجات معينة للمشاهد وتشير له عليها. طب لو انا عايز اغير ده كده وعايز السهم ده، لو انا هنا كده جيت كده السهم ده عملته بايدي كده، لو انا جيت عايز اشير للتطبيق ده عملت له اشارة كده، للتطبيق ده عملت له اشارة كده، وهكذا. عايز اغير شكل السهم ده لمستطيل، انا هنا كده عملت مستطيل على الايقونة دي او عملت مستطيل على شكلها. دي بتبقى مجموعة اشكال اللي انت عايز تستخدمها وتشير المشاهد على حاجة معينة للفيديو اللي انت بتعمله. يبقى احنا كده اتكلمنا على الوسائط، اتكلمنا على الطبقة، اتكلمنا على الموسيقى اللي احنا بنحطها على الفيديو. تمام، وفاضل عندنا حاجة اللي هي لو انا الفيديو عندي بدون صوت او عايز تمسح الصوت المسجل، انت عايز تسجل صوت معين. تمام، بتيجي هنا بتدوس على ايقونة الميكروفون ديت وبتضغط على ابدأ وبتبدأ تتكلم او تتكلم حضرتك، وبعد ما بتخلصي بتضغطي على علامة الصح. تمام، ده كان كل ما يتعلق بشرح وبطريقة مبسطة لتطبيق او برنامج كين ماستر، وانا حاسب لكم رابط التطبيق اسفل الفيديو في الديسكريبشن. ما تنسوش اعجابكم بالفيديو وتعليقاتكم دعم لينا واشتراككم بالقناة لو لسه ما اشتركتوش خالص. تحياتي وكل عام وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.